بسم الله الرحمن الرحيم النهارده هنبدا اليوم العلمي الخاص بقسم الطوارئ المستشفى العربي في البدايه بحب اشكر الدكتور محمد رشاق ميرجنسي سبيشاليست وعضو اللجنه العلميه لدرجه ازمات في المعهد العربي واحد خبراء الديزاستر مانجمنت في مصر وان شاء الله يبقى ليه اضافه قويه معانا كعلم نتفق بيه كل الناس وباذن الله يكون رول في تجهيز مستشفى العربي لخطط إسرائيل القادمة بإذن الله. شكرا دكتور محمد على استجابة للدعوة وإن شاء الله يكون يوم لطيف كده وجميل وبشكر كل الحضور اللي هيحضروا معانا أونلاين واللي هيحضروا معانا لايف دلوقتي للسبيشال. دكتور محمد. أه بشكرك يا دكتور حاتم وبشكر مستشفى العربي على الدعوة الكريمة. وبشكر كل الحضور على ان هم يعني قطعوا من وقتهم بعض الوقت للاستماع للمشكله وال وزي ما بقولوا كده حدث الموسم بشكر حضراتكم جدا وخلينا نبدا على طول الحقيقه يعني يمكن في الفتره الاخيره زاد الاهتمام جدا بعلم طب الكوارث والازمات وده شيء كويس ومبشر لان الحقيقه كان في سنين طويله جدا كان في تخيل ان طب الكوارث والازمات ده بتاع الناس اللي عينيها ضيقه فلو انت صيني ياباني عندك مشاكل من المشاكل دي فانت يعني ايه ده يلزمك يعني لكن لو انت قاعد في مصر فده ما يلزمكش كتير يعني. فخلينا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع حضراتكم على طول في المحاضره بتاعتنا فيما يتعلق ب عالي الصوت محتاج سنه بس حاضر هحاول اعلي صوتي <تسجد> اعرفكم نفسي انا محمد رشاد اخصائي طوارئ واستشاري طب كوارث وازمات حاصل على الماجستير الاوروبي في طب الكوارث والازمات من 2015 وعضو اللجنه العلميه للدبلومه العربيه لاداره الازمات والكوارث والمنسق العلمي للدبلومه العربيه لاداره الازمات والكوارث. خلينا الاول نتفق هو احنا بنتكلم يعني ايه الجمله دي؟ يعني ايه ديزاستر medicine يعني ايه طب ازمات وكوارث؟ إيه ده فين؟ ويعني ايه اصلا ازمه وكارثه؟ وايه الفرق بين اللي احنا بنشهده دلوقتي في الكوفيد 19 وما قبل ذلك؟ عشان نعرف الازمات والكوارث خلينا نبدا بالتعريفات اللي بتختلط في دماغ الناس واحنا عندنا هنا ثلاث تعريفات رئيسيه بتختلط في دماغ الناس مع بعضهم وبسبب الاختلاط ده هو اللي بيخلي مش عارفين نطلع يعني طب الازمات والكوارث ده او اداره الازمه دي نطلعها امتى يعني الفايل ده نطلعه امتى يعني انا فاكر لما كنت بعرف نفسي زمان لحد طب الازمات والكوارث فكان يقول لي طب انا ايه اللي يوجعني لما يوجعني اجي يعني فدي واحدة من المشاكل الكبيرة اللي هو احنا ما بنبقاش أحيانا عارفين هو ايه الكت اوف بوينتس فين النقطة اللي قبليها تبقى الموضوع عادي يعني ضغط شغل واللي بعديها الموضوع بيبقى دي كارثة. والحقيقة في تلات تعريفات هنا كبار التعريف الأولاني بيقول وخلينا كده يعني نتفاعل مع بعض وتقولوا لي أنتوا إيه رأيكم في أنهي تعريف من التعريفات دي هو التعريف كارثة. في وجهة النظر الطبية طبعا التعريف الأولاني بيقول لو عدد الضحايا أو سيفيريتي يعني شدة إصابتهم أو موقع الإصابة محتاجين موارد إضافية عشان نتعامل معهم ده التعريف الأولاني التعريف الثاني حدث كبير بياخد وقت طويل جدا بيأثر على قطاعات كتير ومحتاج شغل كتير عشان اعاده التاهيل التعريف الثالث حدث في مكان معين بزمن معين تاثيره على قطاع واحد وممكن ينتج منه اصابات فخلينا نفكر مع بعض كده هو انهي من دول تعريف الكارثه وانهي من دول تعريف الحادثه العاديه، وانهي من دول تعريف المصيبه يعني؟ والحقيقه احنا عندنا هنا كلمتين ترجمتهم العربي كارثه وهي كلمه ديزاستر وكلمه crisis. ف فالحقيقه خلينا كرايسس دي نترجمها بكلمه المصيبه او يعني المشكله الكبيره. لو بصينا في التعريفات، التعريف الاولاني بيشترط ان الموضوع ليس له علاقه بالعدد يعني الموضوع مش مجرد عدد لان ممكن تبقى اصابه واحده في مكان ما تعتبر بالنسبه للتعريف الاولاني دي محتاجه موارد اضافيه فتبقى ازمه بشكل ما التعريف الثاني بيشترط ان سوري تاثر على قطاعات كتير اكتر من سيكتور ويبقى ليها جزء كبير للريهابيتيشنز او لاعاده الحياه للوضع العام تعريف الثالث بيشترط وجود مكان او زمان ومكان لحدث يؤثر وينتج عدد من الضحايا الحقيقه البيزك انتويشن وعاده لما بنعرض ده بيجي لنا ان التعريف الثاني هو الكارثه او الديزاستر من وجهه نظر وهي دي الكات اوف بوينت او المشكله الرئيسيه في انهي نقطه عند انهي نقطه هقدر اقول ان ده اطلع فايل الكوارث وانهي نقطه اقول لا ده مجرد اوفرلود من الشغل العادي هي هو التعريف الاولاني حادثة بالاي اس جي جروب ادفانس لايف سبورت جروب في يو كي اي سي دي ار المفوضيه العليا للامم المتحده للحد من كوارث الازمات بتعرف الكارثه ان هي ديماند الكارثه الطبيه من وجهه نظر الطبيه ان في ديماند او طلب للخدمه الصحيه بشكل معين اكبر من امكانيات الخدمه الصحيه على ان هي تقدم الطلب فلذلك التعريف المعتمد هو التعريف الاولاني فهي مش مجرد عدد يعني ممكن لو واحد بس وده اللي احنا شفناه في كوفيد 19 ان انت ممكن يكون عندك شخص واحد عنده epidemic ديزيز عامل لك مشكلة وعامل لك كارثة، عامل لك, لك ضغط على الموارد انت مش عارف تتصرف. لو انت ما عندكش الماسكات المناسبة، ما عندكش البي بي اي المناسبة، ما عندكش الاستراكشر المناسب لهذا النوع من المصاب، بتحس ان المصاب الوحيد ده عامل لك ازمة، عامل لك مشكلة كبيرة جدا داخل المستشفى بسبب ان انت مش مستعد له بشكل كافي. أو الحقيقة بسبب الرئيسي انه محتاج موارد وإمكانيات مش موجودة في المستشفى وده طبعا هنرجع له كمان شوية في دورة حياة الكارثة وفكرة ان البريبيرنس او المرحلة اللي احنا فيها دي وانا الحقيقة ادعي ان مصر من الدول محظوظة جدا ان عادة الويفز بتبدأ يعني احنا في دول سبقانة على المستوى الابيديميولوجي يعني على مستوى ال كيرف المرض يعني فاحنا بالحقيقه بيبقى عندنا وقت للاستعداد وهو ده الحقيقه المحزن المضحك يعني او الفرصه وفي نفس الوقت الحقيقه المسؤوليه لان لما اكلمك في حاجه مفاجاه بشكل سريع جدا قد تكون مش قادر تستعد لها بشكل كويس لكن لما يبقى انت شايف العالم او احنا شايفين العالم بيروح فين في كل ويفز من الويفز بشكل واضح في ناس سابقانا فده بيخلينا نقدر نتحرك بدري شويه فدي فرصه الحقيقه فرصه قويه جدا ان احنا زي النهارده كده ان عندنا preparedness، عندنا استعداد قبل ما نخبط في الحيطه يعني مش لازم نوصل لغايه الحيطه وبعد كده نشوف هنعدل السياره ازاي فحسب التعريف العالمي احنا لو عندنا ريسورس او موارد اقل طبيه سواء على مستوى البنى ادمين او على مستوى الامكانيات او مستوى الادوات او على مستوى حتى الانفراستراكشر البنيه التحتيه اقل من القدره الاستيعابيه لعدد المرضى او نوعيه المرضى او كميه الاصابات او حتى مكان الاصابه ده طبعا فيما يتعلق بالبري هوسبيتال بالاماكن ما قبل المستشفى ده يعرف طبيا باسم الكارثه او ديزاستر وهي دي النقطة اللي أحيانا بتتلخبط مع التعريف الثاني والتعريف الثاني ده ده الكرايسيس أو هما عشان الاثنين ترجمتهم بالعربي كارثة فما بتبقاش واضحة أوي. الأولاني دي الديزاستر أو الكارثة والثاني ده ممكن نسميه الأزمة أو المصيبة. واحنا دايما بنخلط داب ده بده فعشان كده لما لو سالت حد من حضراتكم سوريا في ايه فيقول لي ده في كارثه اكيد يعني دي مش محتاجه اجابه لكن لو سالت حد من حضراتكم احنا عندنا في مصر كوارث ولا لا من مثلا ست شهور قبل ما الكوفيد 19 يبقى مؤثر بالشكل ده يقول لك لا يا عم احنا الحمد لله مش زي سوريا لا اللي في سوريا ده اسمه كرايسيس عشان مطول لكن اللي عندنا عندنا ازمات بشكل مستمر وشكل ده طيب هنا يجي لنا بقى يعني طيب احنا كده عرفنا تعريف الازمه طيب هو ايه طب بقى الازمات والكوارث؟ يعني ايه فكره ان احنا نستخدم علم او جزء من علم اسمه طب الازمات الكوارث. الحقيقه طب الازمات الكوارث ده هو مجموعه من الاجراءات الطبيه الاجراءات التنظيميه في حاله الازمات او حاله الكوارث. واحنا اتفقنا حاله الازمات والكوارث معناها ان انا عندي طلب على الخدمه الصحيه اعلى من امكانيات الخدمه الصحيه في الاداء والاستجابه. وهنا نبدا نقول هل احنا محتاجين هذا النوع من البرانش او هذا التطبيقات يعني من العلم؟ الحقيقه دي كانت المشكله اللي كنت بقول لحضراتكم عليها ان احنا لو جينا من ست شهور كنا هنلاقي كل الناس بتطلع لنا الايه دي ودي بالمناسبه مكتوب على مطار القاهره يعني اول ما تنزل ان احنا مش محتاجين ده خالص لان احنا مش سوريا والعراقية او ما عندناش مصايب مش فلودز حتى على مستوى المصايب الطبيعيه احنا مش اليابان يعني والحقيقه يعني اثبتت العصور ان احنا الحقيقه دائما دائما ما يبقى ما فيش دولة على فكرة ده ده مش مشكلة مصر يعني ده مشكلة عالمية ما فيش دولة ما يبقاش ما يبقاش عندها نوع معين من الكوارث حسب طبيعة البلد طيب احنا في في هذا العلم هنتعلم ايه او هناخد ايه او يعني بنستغل ايه الحقيقة انا أول ما يعني خدت الدبلومة ورحت لوالدي فأنا فاكر أخويا أياميها جاب لي طاقية المطافي اللي قدامكم دي عشان على اساس ان انا مبروك الف مبروك هلتحق بالمطافي. احنا بنتكلم في طب ازمات وكوارث فاحنا واخدين الاشياء كلها من وجهه النظر الطبيه البحته. ده متعلق بكل ما داخل الازمات والكوارث. طبعا احنا برضو مش دول مش الناس اللي بتروح تشتغل في الفولكينوس لكن في نفس الوقت احنا متخصصين ومتعلقين هذا الفرع من العلم فيما يتعلق باداره داخل المستشفيات. والحقيقه زي ما الطوارئ كده فيها ما يسمى الاي بي سي دي ابروتش طب الازمات والكوارث فيما يسمى الكاسكيد الكاسكيد العام. والكاسكيد العام ده بيفترض اول هازرز ابروتش. ومعنى كلمة أول هازرز أبروتش معناها وإحنا عشان كده عملنا المقدمة الطويلة دي إن جزء الرئيسي إن إحنا النهاردة إحنا ممكن نقعد نتكلم في الخطوات الإجرائية واحد اثنين ثلاثة أربعة إزاي نتحضر للكوفيد 19 وإحنا هنقول ده كمان شوية لكن الحقيقة بعد الكوفيد 19 الكوفيد 19 في تخيلي لن يعيش في العالم أكتر من سنة لأنه خلاص الفاكسين هيبدأ يطلع في مجموعه من العلاجات بدات يبقى ليها جود امباكت فده الحقيقه هيخلي الكوفيد 19 كمان شويه يعني يبقى مش على السطح بالشكل ده. فلذلك احنا لما نيجي نستعد ونيجي نتحضر محتاجين نتحضر ونستعد لجميع الاشياء اللي ممكن تحصل في نفس الوقت وده متعلق بشكل رئيسي بالتخطيط العام لكل الكوارث اللي ممكن تيجي. وهنا نبدا نراجع بقى الكاسكيد العام هو السي اس سي اي الكاسكيد العام ده ده زي ما احنا في طب الطوارئ كده لو حضرتك سالت اي حد في طب الطوارئ هتبص على اي عيان ازاي احنا عندنا طريقه بنبص بيها على اي كارثه عين كان هو ايه بنفس العقليه بتاعه طب الطوارئ ان انا بش عارف العيان عنده ايه في النظره الاولانيه انا بش احيانا كتير عارف طبيعه الكارثه بتاعتي دي في أول فترة عاملة إزاي؟ يعني إحنا الكوفيد 19 الكثير من المعلومات دلوقتي موجودة عن الكوفيد 19 لم تكن موجودة من شوية. يعني من خمس ست شهور ما كانش عندنا هذا الحجم من المعلومات سواء في الكيس ديفينيشنز في الترياس سيستم، في حاجات كتير جدا ما كانتش موجودة. لكن التعامل بالآلية العامة، الآلية الجينيريك اللي هي تصلح لكل أنواع الكوارث دي بيحد من ضغط الكوارث على القطاع الصحي وبيتعامل مع الكوارث في القطاع الصحي بحيث تقدر تدير العملية حتى من غير حجم معلومات ضخمة ده طبعا لا ينفي ان المعلومات مهمة ومهمة جدا 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 هنا نبدأ نقول الكاسكيد بتاعنا وهو CSCA Triple -T, T وده ال الشنطة الساحر اللي بتتفتح مع أي إدارة أزمة أو كارثة عشان نطبق نطبق بيها ايه الاليه آه 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 والعقليه بتاعه اداره الكرسي كوماند اند كنترول هي القياده والسيطره واحنا هنا لما نتكلم في القياده والسيطره بنتكلم في هو مين اللي بيدير الازمه دي يعني ببساطه مين اللي في كل منطقه مسؤول عن هذا الشيء وده في الكوفيد 19 كان واضح جدا 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 بي التقسيمات اللي اتعملت في طوارئ مثلا عن هو مين مسؤول الطوارئ عن هذا اليوم، مين المسؤول عن الريسبيراتوري باي او الجزء المتعلق بالتعامل مع الكوفيد، مين المسؤول عن جمع العينات ويمكن دي عملت بعض المشاكل في بعض المستشفيات اللي هو مين هيقيس العينه وهيقيسها بانهي شكل ودي كانت الحقيقه مشكله كبيره ان ترتيب الادوار ووضوح الادوار لكل دور هو مين دور مين فين كانت واحده من الحاجات اللي تعمل مشاكل. الحاجه الثانيه مين اللي مسؤول كل حاجه؟ هل الانفكشن كنترول هو مسؤول البروسيس على بعضها يعني انا بجمع العينات بودي العينات باختبر الناس النتائج اللي بتيجي ده كله بروسيس ده كله عمليه محتاجه يبقى جزء من العمليه دي واضح جدا هو مين مسؤول عن كل حاجه من الحاجات دي والحقيقه دي كانت من الحاجات يعني الاشياء اللي لازم نعملها دلوقتي لو احنا بنفكر ان احنا داخلين على سكند ويف كوفيد وهي توزيع الأدوار فيما يتعلق بالقيادة والسيطرة. هنا كمان بيلعب جدا دور الأمن، هو الأمن هيعمل إيه؟ هيقفل إيه لمين؟ هيمنع الزيارة عن مين؟ ومين هيدخل؟ مين المسؤول عن وضع الحدود والقواعد الحركية؟ واحدة من أكثر الحاجات اللي مع دراسة الكوفيد 19 وجدوا إن هي عاملة مشاكل مع أو بتنقل العدوى داخل القطاع الصحي وداخل المستشفيات الحقيقة هي الدكتورز and patient flow وهي حركة الأطباء وحركة التمريض أو القطاع الصحي يعني كله وعلاقتهم بالمرض فيمكن كان في استادي ضخمة موجودة في المملكة العربية السعودية لقت أن أكثر من 85% من العدوى بين الأطباء مش جاية لهم أصلاً من المرضى امال جايه لهم من مين؟ جايه من اسيمتوماتيك كوليجز طبعا الكلام ده ينطبق على اطباء وينطبق على تمريض. او كل من يعامل المرضى يعني. فلقوا ان احنا الحقيقه ان والدراسه دي يمكن اتكررت في انجلترا ولقوا ان السبب الرئيسي برضه في عدوى الاطباء هي الاسيمتوماتيك كوليج او الزميل اللي لم تظهر عليه الاعراض. وتكررت في اكتر من حته بالشكل ده وده يخلينا نرجع نفكر تاني هو احنا الداينامكس او التحرك بتاعنا بيبقى عامل ازاي بناكل مع بعض بننام في نفس الاوضه بن, بن... آه... هل من نفس المجموعه بتتحرك مع بعضها بنفس الشكل ولا لا هل لما بيظهر حد في المجموعه كيفيه التعامل مع بقيه المجموعه يعني من من الاشياء الغريبه جدا او يعني الحاجات ال اللي... كتير من الدول استخدمتها هي الجروبين بمعنى ان ده مجموعة الممرضين دول مع مجموعة الدكاترة دول مع مجموعة العمال دول بيشتغلوا في نفس الأيام في نفس الشفتات بنفس الشكل بحيث لو حصل في أي حالة من العدوى يبقى عارف المخالطين إيه أنا أدعي إن إحنا هنا في مصر لو يعني جبنا أي طبيب أو دكتور أو ممرض وبدأنا نتتبع المخالطين ويمكن يعني لنا في تجارب مستشفيات زي القصر العيني وعين شمس والدمرداش والمستشفيات الضخمة دي لما كان بتحصل فيهم حاجة ويبدأوا يتتبعوا بيلاقوا بإن أنت محتاج تتتبع آلاف البني لأن الممرض ده شغال هنا وشغال هنا وشغال هنا والدكتور ده شغال هنا وشغال, هنا وشغال هنا وشغال هنا وشغال هنا وبيقعد ياكل ويشرب مع ده ومع ده ومع ده ومع ده ومع ده فطبعا دي كانت بتبقى الحقيقه مشكله ضخمه ومشكله كبيره لاي نظام صحي لما يبقى ما فيش كنترول على الداينامكس اوف ذا موفمنت يمكن احنا كنا زمان بنتكلم اكتر على كنترول او تحديد حركه او تحديد الاماكن يعني هنعالج كل واحد فين احنا النهارده بنتكلم في ايبيديمكس في مرض ينتقل عن طريق الرزاز فالتحديد الفيزيكس الفيزيائي للاماكن مهم طبعا لكنه ايضا تحديد الحركه والفلو ده مهم جدا اللي هو بيشنتس فلو flow فلو ونيرس وحتى العمال وحركه العمال هل العامل ده بيتنقل بين الريسبيراتوري باي والنون ريسبيراتوري باي ولا لا يعني انا لو عندي منطقه ل علاج المصابين الكوفيد 19 هل نفس العامل بيطلع يشيل الناس اللي في النان كوفيد اريا ولا لا دي حاجات كلها مهمه وحساسه جدا في الكنترول النقطه الثانيه نقطه السيفتي وهي الامان ويمكن نقطه اثيرت بقوه مع بدايه الكوفيد 19 وهي فكره ازاي تحدد معاملات الامان وهنا الحقيقه انا بقول ان النقطه دي طول عمرها كده يعني هو بس عشان الكوفيد ايبيديمكس ديزيز لكن جزء برضو من الامان واحنا داخلين على نهايه الكوفيد برضو امان العمل اللي هو الامن يعني السيفتي والسيفتي هنا احنا عندنا ثلاث آه آه معايير او ثلاث مناطق آه تركيز وليهم ترتيب الحقيقه فمناطق التركيز هو انا او المقدم الخدمه الصحيه امانه ياتي اولا ويمكن احنا شفنا كتير من التغييرات على الجايد لاينز في الريسستيشن في المانجمنت حتى للعيانين بسبب مراعاه والمحافظه على امان العاملين في القطاع الصحي. فامان العاملين في القطاع الصحي ياتي اولا وهنا لازم يبقى وده دور الحقيقه انفكشن كنترول مع الاقسام المختلفه ازاي نضمن امان العاملين في القطاع الصحي وامان العاملين حقيقه هنا يشمل اشياء كثيره جدا زي ما قلت لحضراتكم مش بس البي بي اي او ادوات الوقايه الشخصيه ويمكن كان عليها ضجه كبيره جدا ادوات الوقايه الشخصيه وانا دايما بقول حقيقه ادعي ان ادوات الوقايه الشخصيه في معظم الاماكن موجوده بشكل كويس لكن احنا عندنا خلينا نعترف الى حد ما في بعض الاماكن بيساء استخدامها. يعني في قلق غير علمي غير مدروس متعلق بان انا لو كشفت عيان من غير مجرد كشفت عليه من غير ال 95 لا واحنا عايزين الماسكات الكبيره واحنا عايزين الماسكات الصغيره يعني السيفتي ليها معايير عالميه فلازم يبقى موجود مين هيلبس ايه امتى وازاي ويبقى في واحد مسؤول الحقيقه وانا يعني شفت ده في تجارب بلاد كتير وانا و انصح به جدا هو فكره ان يعني انا الاوان للانفكشن كنترول يبقى متواجد بشكل دوري في الاماكن العلاجيه وما يبقاش مجرد أو, او مش مجرد يعني يتخلى قليلا عن الجزء من العمل المكتبي او جزء المرور لا احنا محتاجين حد مسؤول انفكشن كنترول في كل شيفت في كل آه زون بحيث يبقى مسؤوليته واحده من مسؤولياته الكبيره ان هو يتابع عمليه السيفتي والامان مش احنا بس في مصر العالم كله بيشتكي ان وده طبعا دي مش شكوى الحقيقه دي حاجه جيده لكنها أثرها يعني مش جيده على المدى الطويل وهو ان الاطباء والتمريض والقطاع الصحي عندهم هيرويك اكشنز او تصرفات بطوليه بان هم احيانا وخصوصا مع الضغط ما بياخدوش بالهم قوي ما بيركزوش قوي في الخلع وفي اللبس ف ده للاسف بيسبب لهم اصابات. ده عندنا وفي كل حته عشان بس يعني ما حدش يتخيل ان هو يعني لا العالم الناس بتلبس كويس لا الناس برضو في العالم مع ضغط الشغل ساعات بتقلع بشكل مظبوط او بتلبس بشكل مش مظبوط مش فلازم يبقى في بوينتس كده او شخص او شيء يعني وظيفه لاحد الاشخاص المتواجدين في كل مكان لتقديم الخدمه الصحيه مسؤوليته السيفتي والحقيقه هنا السيفتي كمان بنقول مش بس البي بي اي مش بس البيرسونال بروتكتيف equipment كمان الحاجات المتعلقه ب اذر source of infection او other source of transmission of infection زي الغداء زي البيات الناس اللي بتبات في المستشفى آه ليه علاقه ب آه ازاي لو عندنا مساحات هنعملها لمين وهنعملها ازاي آه الاجازه لو هندي حد اجازه آه ازاي نعمل ايرلي ديتكشن او آه يعني اكتشاف مبكر للحالات اللي داخل المستشفى سواء من قطاع التمريض، قطاع الأطباء، وقطاع مقدمي الخدمة الصحية بشكل عام، ومن المرضى كمان اللي مش واخدين بالنا منهم وديفلوب سيمبتومز بعد كده. النقطة الثالثة في الكاسكيد، ودي يعني شديدة الأهمية، وهي نقطة الكوميونيكيشن والتواصل. لو عملت نظام عالمي، لكنه مفقود فيه التواصل وازاي نتواصل مع بعض سريعا وبسرعه بحيث نصلح او نصحح من اخطائنا لان احنا مهما قلنا ومهما يعني عملنا الموضوع سيستم زي بالظبط الكتاب يبقى ان في عامل متحرك ومتغير بشكل ضخم جدا وهو العامل البشري. فاكيد هيطلع لنا ثغرات ونقط داخل العمل البشري محتاجين نراجعها تاني ونفكر فيها تاني ونتغلب عليها ده محتاج تواصل دائم اداء دائم من شكل للتواصل وامتى هنجتمع وامتى هنقعد مع بعض وامتى هنناقش الحاجات بشكل دائم. الاسسمنت وهو التقييم واحنا هنا لما بنتكلم على التقييم بنقول ان التقييم ده اساس اي اداره ازمه حقيقيه وهو ان انا يبقى عندي تقييم دائم لكل معايير الاستجابه للكارثه واحنا هنتكلم كمان شويه في المعايير او رباعيه السيرش كاباسيتي او دعم المستشفيات. واحنا هنا لما بنتكلم في استراتيجيه دعم المستشفيات وبنقول ان الاسسمنت تقييم الادوات تقييم العاملين في القطاع تقييم الستراكشر تقييم السيستم ده محتاج يبقى طول الوقت موجود ما فيش اداره كارثه من غير تقييم مستمر ودائم عشان اعرف نقط الضعف والخلل عندي عشان اقدر اتصرف فيه ترياج واحنا بنتكلم في تصنيف الكارثه باعتبار بال يعني بال بتعرفها ان لو احنا عندنا ضغط على الموارد اكتر من قدره الموارد فلازم يبقى عندنا قدره على ترياج وتصنيف الناس بحيث نحط الموارد الاهم للاشخاص الاكثر احتياجا. تريتمنت هل محتاجين نراجع بعض البروتوكولات وده الحقيقه كان واضح جدا في كوفيد 19 ومراجعه الكثير من البروتوكولات لتحقيق العلاج ثم ترانسبورتيشن والنقل وهنا بنتكلم طبعا دايما على البيشنت فلو وازاي يبقى عندنا كلير وديرتي تراك. بمعنى ان العيان للكوفيد هيمشي في التراك ما ينفعش يقابله في نفس التراك العيان الكلير في اي نقطه من النقط الا لو انت هتعمل دي او تعقم و في النص ان انت تفصل الاثنين دول يمكن في الدراسه اللي قلناها قبل كده كنا بنقول ان الانجليز كان عندهم دراسه والسعوديه الحقيقه فإحنا احنا بنتعدي قد فمن عجيب الامر ان القطاع الطبي بيتعدي من المرضى بنسبه 4% طبعا خلينا نتفق برضو احنا بنتكلم في قطاع طبي سواء في السعوديه او في انجلترا مدرب تدريب كويس جدا على استخدام الادوات في حد واقف فوق دماغه بيصمم ان هو يستخدم الوسائل الوقائيه بالشكل المناسب في سيستم بيضمن تراك معين لحركة العيانين لكن لما مع ذلك نسبة العدوى يعني نسبة عدوى كبيرة مش صغيرة وهنا احنا بنقول ان نسبة العدوى الكبيرة دي متعلقة ب حاجات كتير منها لما عملوا الدراسة تعاملات الأطباء مع بعضهم والحقيقة جت رقم اتنين يعني هم الأسباب على الترتيب كده تعاملات الاطباء ومقدمي الخدمه مع بعضهم اللي هي اسمها اسمبتوماتيك كوليج والعجيب ان رقم اثنين هو السيرفس الاسطح ان انا بكح وعيان بيكح ويرشح ثم عامل جاء حط ايديه على نفس السناده ثم العامل ده راح سلم على زميله الممرض ثم زميله الممرض راح كل مع الدكتور ثم الدكتور كل مع زميله الثاني ثم تلاقي العدوى داخل القطاع الصحي منتشره بسبب واحد التعامل بيننا اثنين الاسطح ثلاثه المرض ولكم ان تتخيلوا حضراتكم ان في السعوديه كانت الدراسه مطلعه ان 4 ل 6% فقط اتعدوا من المرض يعني اقل من 10% من الناس او القطاع الطب اللي بيتعدي بيجي له العدوى وطبعا الحقيقه دراسه انجلترا مش بعيده نفس الارقام تقريبا أقل من 10% من اللي بيتعدي من الكوفيد 19 بيتعدي مش بسبب المرض مش بسبب التعامل مع المرضى. أه طيب حد ليه أسئلة يا ريت هنا؟ عشان أنا حاسس إن أنا أه بكلم النت كده. أه حد ليه أي أسئلة يا ريت هنا؟ أنا هستعمل أسئلة بس عشان الميكروفون لو في حد ليه أي أسئلة أو أه الناس اللي معانا أونلاين هو اوريدي هو ده اللي بيقول الدكتور محمد بالظبط ان السي اس تي تيبل تي هو هو السكوب الاوسع لاي ديزاستر حتى انت نفس ده بيشتغل النظام تمام بس هو بيحاول يمنوجريت الوضع ده على الكوفيد ماشي هل هو بيساله بس الدكتور محمد هل لو احنا بنتكلم على انترنال او انتنال او ديزاسترات مختلفه هل في نظام مختلف اكثر من يعني نظام الكوفيد ولا هو نظام سيستم واحد؟ اتفضل احنا عشان هو عشان كده قلنا المقدمه الحقيقه اللي في الاول وهي ان الكوفيد رايحه لكن الكوارث مش رايحه في حته يعني الكوفيد ما قالها الى الانتهاء لكن الكوارث طول ما احنا عايشين في مكان فيه بشر في كوارث والكاسكيد السي اس سي اي تريبل تي ده ينطبق على اي حاجه احنا مجرد بس بنسقطه على الكوارث المتعلقه بالكوفيد على اساس ان هي يعني حديث الساعه لكن نفس الكلام ده ينطبق على اي حاجه ثانيه. حد ليه اي اسئله ثانيه قبل ما نكمل؟ محمد اتفضل ممكن تكمل. طيب هنا نتكلم بقى كمان شويه عن تحضير المستشفى لاستقبال الكارثه. ودورة إدارة الكارثة الحقيقة بتمر بشوية حاجات أو يعني ليها دورة حياة في الكارثة والدوره دي احنا بنقول عليها دوره اداره الكارثه الدوره دي الحقيقه بتبدا ب او مش بتبدا يعني الدوره دي عباره عن اربع حاجات او اربع معايير رئيسيه اول معيار فيهم او اول شيء فيهم وهو معلش ثانيه واحده وهو ازاي تيميتجيت وهم اربع يعني مراحل المرحله الاولانيه هي مرحله او يعني هي الحقيقه ما فيش اولانيه أو وثانيه لان حسب انت واقف فين خلينا اطلعها لكم على السكرين مش انا بحاول اجيبها لكم على السكرين ممكن نكمل يا دكتور محمد على ما تجيبها اه اوكي اهي طيب هنا دي دورة إدارة الكارثة أو دورة إدارة أي كارثة في الحياة يعني وهي معمولة من أربع نقط معينه او اربع مراحل. والسؤال اللي عايز حضراتكم تفكروا فيه هو انهي مرحله رقم واحد؟ وانا هوضح لكم المراحل، المرحله اللي تحت دي اسمها الميتيجيشن بريفنشن او مرحله المنع والتخفيف. النقطه الثانيه مرحله بريبيرنس الاستعداد. النقطه الثالثه مرحله response او الاستجابه و recovery. وهنا السؤال الشهير هو أنهي أول مرحلة؟ مرحلة رقم كام هي رقم واحد؟ حد عنده إجابة؟ طيب إحنا هناخد فوت في القاعة اللي في إجابة بريفنشن يا دكتور محمد؟ إيه؟ في إجابة في ان هو بريفنشن ممكن تكون رقم واحد. بريفنشن اوكي. حد عنده راي تاني؟ ان بريفنشن يبقى ما حصلش اكثر ديزاستر. هي هي اللي الاجابه ببساطه هي هي المرحله اللي انت واقف فيها. يعني ايه؟ يعني ببساطه شديده جدا ال ال انت واقف فين؟ فتبدا تشتغل منها، بمعنى ايه؟ انا دلوقتي ما عنديش كارثه كارثه لسه ما حصلتش فلو انا الكارثه لسه ما حصلتش وينفع امنع وقوعها بعمل بريفنشن طيب انا لو الكارثه حصلت يعني بسبب ما كارثه حصلت النهارده انا ابدا اعمل ريسبونس واعمل استجابه طيب لو رحت ولقيت ان في كارثه زي اللي احنا فيها دلوقتي دي لا يمكن منعها يعني مع كل الاجراءات اللي احنا بنعملها لسه في عدد من المرضى وعدد من المصابين فلذلك نعمل اللي احنا بنعمله دلوقتي وهو الـ preparedness او الاستعداد ل ان الكارثه تيجي ده معناه ان انا بتعامل مع الكارثه من مطرح ما انا واقف لو انا عندي كارثه حصلت النهارده ما وانا ما عنديش استعداد او خطط جيده خلاص لازم يعني بنسميها كونتنجنس بلان او اوبريشنال بلان بنروح نعمل خطه كده سريعه ونبدا نشتغل على طول لكن عندي وقت وعندي قدره ان انا لسه عندي زي ما احنا عشان كده بقول لحضراتكم احنا محظوظين جدا في مصر الحقيقه بده بان في حد سابق فلما يبقى في حد سابق احنا نقدر نشتغل على البريبيرنس الاستعداد والمنع طبعا احنا شغالين على اجراءات المنع واجراءات المنع متعلقه بالحكومات متعلقه بزي منع السفر والحظر العام دي اجراءات منع ميتيجيشن مش عايز اصابات ومع كل اجراءات المنع هتبقى هناك انواع من الكوارث زي اللي احنا فيها دي ملهاش حل يعني هيجي ناس فلذلك لازم اعمل الاستعداد والاستعداد ده اللي احنا بنعمله النهارده احنا وحضراتكم هو ثلاث اشياء رئيسيه في الاستعداد واحد لازم يبقى عند حضرتك خطه جيده يعني المثل الانجليزي الشهير If you fail to plan, you are planning to fail. إن كان ينطبق على الحياة بشكل عام فهو ينطبق على الكوارث بعشر 10 ومئات الأضعاف. في الكوارث لو أنت مع فشلت إن أنت تعمل خطة جيدة وجربتها ومتأكد إن هي شغالة غالبًا اللي أنت بتعمله ده هو أفضل خطة ممكنة أنت عملتها في حياتك الحقيقة للفشل. دي خطة الحقيقة. يعني عدم التخطيط هو في حد ذاته خطه، لكنه خطه ان تفشل. ولذلك لازم يبقى واحنا حتى كنا بنتكلم دكتور حاتم في ده لازم يبقى عندنا بلان وبلان كويسه داخل الاقسام بتاعتنا كلها. يعني لا نترك مجال للتجويد اثناء الكارثه. لان الكارثه لا تتحمل تجويد. يعني المعطيات المتغيره اثناء الكارثه بتبقى اصلا كبيره فلا تتحمل ان احنا كمان نبقى بنجود من الصفر يعني ما عندناش حاجه وبن وبنجود عليه فلازم يبقى عندنا خطه وخطه مجربه ويمكن ده البروسيس او العمليه اللي شغال فيها الدكتور حاتم دلوقتي لانشائها وهي انشاء خطه جيده والنقطه الثانيه اللي احنا بنعمله النهارده وهو تريننج تدريب يعني سمعنا كتير عن اصلا الناس ما تلبسش الادوات صح أص... اوكي آه جميل هل انت عملتهم تريننج تدريب بشكل مناسب عشان بعد كده تبدا في قبل ما الكارثه توصل اصلا هل عملت لهم تدريب بشكل مناسب عايز اقول لحضراتكم ان في دول كتير جدا من العالم او يمكن في اغلب دول العالم ان في حاجه يعني في امريكا اسمها الفيما هيئات متخصصه في التدريب و تطوير مكافحة الكوارث من جميع الأنواع بما فيها الكوارث البيولوجية زي اللي احنا فيها النهارده دي. يعني في ناس بتتمرن بقالها سنين وبتجرب الخطة دي مرة واتنين وثلاثة وأربعة خلال الخمس ست سنين اللي فاتوا دول عشان تتعامل مع اللي احنا فيه دلوقتي. ومع ذلك هناك يعني مشاكل و اشياء ديناميكيه فما بالكم ده مع وجود تدريب لو احنا ما عندناش تدريب بقى يعني عايزك تتخيل بقى حضرتك احنا لو انت ما عندكش تدريب كافي على كل البروسس احنا احيانا بين مرن انفكشن كنترول حلو قوي. طيب مرنتوا على البيشنت فلو طيب مرنتوا على ترياج طيب هل جربت الكوميونيكيشن سيستم ومرنتوا على التواصل اثناء الكوارث هيبقى عامل ازاي؟ طيب مرنتوا على المدير الاداري مثلا على الاسسمنت ازاي يعمل اسسمنت بشكل مناسب فكل ده حاجات يعني مفروض اصلا تبقى موجوده بشكل دوري لكن لو مش موجوده بشكل دوري انا الاوان بقى ان إحنا يعني يعني نصحى كده ونقول اه احنا محتاجين ده محتاجين تدريبات محتاجين يبقى نمسك الخطه اللي احنا عملناها دي ونشوف ايه في الخطه من اللي احنا عملناها دي الناس ما بتعملوش بشكل يومي انا هنا بتكلم في تدريب كوارث فانا مش هروح امرن دكتور الطوارئ على ازاي يعالج عيانين ده مش مطلوب ولا عمر حد هيطلبه منك ده 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 ليه علاقه بالكومبتنسيز وحاجات يعني بالاتش ار بتاع المستشفى لكن دكتور الطوارئ مش كل يوم بيتعامل مع دونينج ودافينج لهذا الليفل من البي بي اي فلازم يبقى متمرن عليها كويس وامشور ان هو عارفها كويس دكتور الطوارئ مش او دكتور العنايه اللي شغال في الكوفيد اريا مثلا مش افري has هاز ا بيشنت على سباب ومحتاج يدخل له حالا عشان يتصرف معاه بشكل داينامكس لانه هو بدي سات او بواتسو ايفر ازاي يتشينج ذا بارادايم ويغير طريقه تفكيره ان انا ما اجريش على العيان لا في نقطه هنا لازم تقف فيها تعمل دوننج للبي بي اي وانت شغال جوه ما تسمحش لحد ازاي وانت جوه تتواصل مع الناس بره لو دي ايزوليشن روم كل ده هل ده موجود في الخطه اولا ثم هل ده تم التدريب عليه ثانيا داخل الاستعداد ولا وهنا تيجي النقطه الثالثه وده شيء غريب شويه علينا في مصر احيانا يعني ان هو الادوات وهو ان احنا بنشتري الادوات بعد ما يبقى عندنا خطه عندنا خطه تدريبيه للتدريب على هذه الخطه ثم بنشتري ادوات لتطبيق هذه الخطه. وكتير احيانا الناس الحقيقه بتروح تشتري ادوات كتير وتلم حاجات وتلم بي بي اي وتلم من السوق كل الكحول اللي في الدنيا عشان تعمل بيه ايه؟ ما هو الادوات معموله عشان تنفذ خطه معينه مسبقه. انا هنا ما بقولش ان شراء البي بي ايز او ال... الكحول او ما الى ذلك حاجه غلط لكن بقول ان ده لازم يبقى محطوط في اطار عام لتطبيق خطه معينه لو انا مش هستقبل كوفيد مش هدخل جوه المستشفى كوفيد تماما ليه موزع في كل الادوار ال95 وموزعه بكميات كبيره هل ده جزء من خطتي ولا لا ليه مو... ليه يعني مثلا مدي الناس الفول سوت هل دي ذا بيست براكتس ولا لا اصلا؟ يعني يمكن حضراتكم سمعتوا وشفتوا في مستشفيات كتير جابت الـ الـ اللي هي بوابه التعقيم. واحنا والحقيقه يمكن انا والدكتور حاتم اتكلمنا من حوالي شهرين وكان بيسالني رايه في الموضوع ده انا ما اعرفش الحقيقه عندكم جبتوها ولا لا يعني فانا مش لكن الحقيقه ان ان ان, إن مراجعه الايفيدنس من ساعه ما بوابات التعقيم دي طلعت لغايه دلوقتي الايفيدنس عليها قد يكون يعني غير موجود ان الاداه دي ليها اي دور في اي حاجه فاحيانا بنروح نشتري ادوات احنا مش محتاجينها او مش في الخطه او مش في البروسيس فدي النقطة الثالثة في موضوع البريبيرنس وهو البلان، اكويبمنت، وتريننج. وهنا نبدأ ندخل في الستيج الرابعة وهي مرحلة الريسبونس أو الاستجابة. واحنا لما بنقول استجابة بنقول استجابة منهجية. يعني استجابة مبنية على خطة ومبنية على فلو ومبنية على تريننج uh, واضح و uh, استراتيجية واضحة في الأداء والمتابعة. وطبعا احنا كل الناس والمستشفيات والدنيا بتركز في موضوع الاستجابه ده وبتشوف هتعمل ايه في الاستجابه، لكن انا ادعي ان احنا لو ركزنا في البريبيرنس احنا سوف ننشئ استجابه منعميه. النقطه الثالثه اللي احيانا بنغفلها وهي مرحله الريكفري، ازاي نستعيد مستشفياتنا لوضع ما, ما قبل الكوارث ولو عندنا كارثه ممتده زي اللي احنا فيها دلوقتي دي ازاي هنتعامل ك مستشفى مع الاشياء اللي احنا وقفناها او مع التغير الديناميكي في بنيه المستشفى وفي اداء المستشفى فده متعلق بالريكفري يعني لو انا عندي عمليات اوبن هارت سيرجري ازاي هضمن ا كومبليت كلير باثوي للناس اللي في الاوبن هارت سيرجري ازاي هعمل ده ازاي هقدر ارجع الفانكشن او الوظائف اللي كانت المستشفى بتقوم بيها والكارثه اثرت عليه والحقيقه احنا لما نتكلم على الريكفري بنتكلم على بلان على خطه واضحه عشان ارجع للريكفري. ويمكن احنا شفنا ان بعض المستشفيات استعجلت على الرجوع للريكفري وكانت نتيجتها ان هي اغلقت تماما بسبب بسبب ان هي خلطت الحابل بالنابل وبقى عندها مشاكل اكثر كثيرا ما كانت تنتظر قليلا وتعمل خطه حقيقيه لريكابل وهنا نرجع بقى ل هو احنا بنخطط ازاي او بنخطط لإيه الاستجابه داخل المستشفى بتشمل ثلاث مراحل رئيسيه يعني انا وانا بعمل خطه الاستجابه بيبقى عندي ثلاث مراحل رئيسيه ببدا اخطط لهم واشوف انا هعمل فيهم ايه خلينا نفتكر ان احنا كنا لسه بنقول لو رجعنا للتعريف بتاع الكارثه ان الكارثه هي زياده الضغط على الخدمه الصحيه سواء في بالنوع او بعدد المرضى بنوعيتهم او بنوعهم أو بكميتهم عددهم يعني أو حتى بالإصابة عن قدرات النظام الصحي وهنا نبدأ نقول حاجة مهمة جدا هو إيه المحدد لقدرات النظام الصحي؟ الحقيقة في آه شيء لطيف جدا وهو إن الم اللي احنا بنسميه سيرجينج او الدعم يعني ازاي ما احنا لو تعريف الكارثه هو زياده القدره او الضغط أكتر من قدره النظام الصحي طب انا ازاي العب على زياده قدرات النظام الصحي اللي امتلكه او زياده قدرات المستشفى بتاعتي اللي انا شغال فيه هنا الحقيقه بيجي مفهوم ما يسمى سيرج كاباسيتي او دعم القدره الصحيه. ودعم القدره الصحيه بيشمل تحليل هو ايه صانع ايه اللي بيصنع القدره الصحيه. واللي بيصنع القدره الصحيه هم اربعه اس كبار. اول واحد فيهم انا بحاول اجيب لكم صوره ليهم اللي هم structure يعني المبنى الانفراستراكشر بتاعتي staff وهي احنا هنا بنتكلم على الناس العاملين داخل الخدمه الصحيه staffing الأدوات اللي جوه الخدمه الصحيه وأخيراً السيستم اللي بيدير كل ده داخل الخدمه الصحيه يبقى أنا عندي عشان ألعب على زيادة قدرات الخدمة الصحية لازم ألعب على إن أنا أزود أو أدعم التلاتة دول اللي هم structure, staff و staffing اللي هم الناس العاملين و system وإحنا الحقيقة أحياناً بنغفل موضوع السيستم ده ولذلك بنواجه ان احنا غيرنا الاستراكشر وغيرنا الستافنج وغيرنا كل حاجه لكن نسينا السيستم فازاي نعمل ده بقى هو ده اللي بينزلنا على موضوع كيفيه استجابه المستشفى او خطوات استجابه المستشفى وازاي نتلاعب بالثلاثي ده او الرباعي ده داخل المراحل دي فاول مرحله عندي هي مرحله الريسبشن او الاستقبال مرحله الريسبشن ده المرحله اللي بتستقبل في فيها العيان تستقبل فيها الكارثه مرحله الديفينيتيف كير ودي اللي بتقدم فيها العلاج النهائي والناس بعديها بتطلع على بيوتها او بتطلع ل حياتها ومرحله الريكفري وهي مرحله عوده المستشفى. لما اجي اتكلم على الريسبشن فيز انا عندي زي ما اتفقنا اربع حاجات دايما بياخد بالي منهم اللي هم ستراكتشر ستاف ستافينج وسيستم. فلو بنتكلم في اول واحده وهي الستراكتشر المبنى هنا لازم يبقى عندي اليه معينه وخطه مسبقه لتغيير شكل المبنى وتغيير شكل الانفراستراكشر بتاعتي بحيث تتوافق مع نوع الازمه. وهنا عشان كده بنقول احنا عايزين نفكر بيوند كوفيد يعني مش كوفيد بس كوفيد وايه تاني؟ يمكن الكوفيد دي كانت واضحه قوي فيها لان احنا محتاجين دايما منطقه نظيفه او كلير اريا وديرتي اريا او اريا فيها المرضى اللي عندهم مشكله. فكانت واضحه جدا النقطه دي عندهم اللي هو ازاي هنعمل كلير اريا وازاي هنعمل ديرتي اريا في الريسبشن فيس لا الريسبشن اريا لكن كمان في الريسبشن اريا لازم ابدا افكر في التوسعات اللي هي يعني ده نموذج لميجر انسيدنس ازاي هغير استخدام الاوض اللي عندي والحاجات اللي عندي بحيث تتوافق مع نوع الازمه يمكن على الشمال ده دي ديزاين لمستشفى عادية جدا فيها الطبيعي أثناء الطبيعي ميجرز وريسس وماينرز وما إلى ذلك. خطة المستشفى دي إن لما بيبقى عندها كوارث كبيرة بتعدل الشكل الوظيفي تماما لمناطق معينة فبيبقى عندها مثلا فراكشر كلينيك اللي هي العيادات تتحول إلى بي 3 أو ليفل 3 اللي هم العيانين اللي مش محتاجين علاج بشكل كبير، طبعا التقسيمه دي متعلقه بالحوادث فلذلك لا تنطبق قوي على حاجه زي الكوفيد لكن ممكن جدا الكونسبت نفسه يستخدم زي ما هو، هو كونسبت ازاي هعدل الاماكن اللي عندي بحيث تتوافق مع البيشنت فلو مع السيستم اللي انا عامله، ازاي تسمح لي بمساحات اكبر يعني انا اذكر احدى المستشفيات كان عندها حاجه لطيفه جدا هي خلت المكان الكلين اريا المكان اللي الناس بت الكلين بتتعالج فيه عملت ريكونستراكشن تماما لمكاتب الموظفين في منطقه كان فيها مكاتب موظفين شالتهم كلهم من المكان ده وديتهم مكان تاني بشكل معين وبدات تتعامل مع أمام المكاتب دي بالتوصيلات وصلت لها طبعا يعني دي مجرد افكار يعني هم كان اصلا مكاتب الموظفين يبدو ان هي سابقا كانت اوض وبدات تشتغل في الاوض دي كمنطقه عزل وتعامل الناس المعزولين في المنطقه دي وبالشكل ده بقى عندهم مدخلين للطوارئ مدخل كلير تماما ما بيدخلوش غير العيان كلير ومدخل تاني ديرتي ومنطقه في النص بيعملوا فيها التصنيف اذا كان ده ديرتي ولا كريم. الشاهد ان انا لازم وانا بفكر دلوقتي قبل ما الكوفيد تيجي اشوف الاستراكشر. وهنا عايز اقول لحضراتكم واحده من الحاجات المهمه جدا واحنا بنشوف الاستراكشر نشوف البيشنت فلو هو العيان هيطلع من هنا يروح لفين؟ يعني ودي انا شفتها كتير الحقيقه في الفتره اللي فاتت في المستشفيات ان هو الله عمل هنا كوفيد اريا وهنا نان كوفيد اريا بس بتاع الكوفيد إيريا والنان كوفيد إيريا بيطلعوا على نفس الطرقه يروحوا نفس الاشعه يتصوروا بنفس الجهاز ويرجعوا تاني فاللي هو هو انت فصلتهم بايه ده يعني هو الفصل فين لما وبتلاقي ان الكوفيد واقف مستني دوره في الاشعه قدام او ورا النان كوفيد وعمال يكحف أفاء لغايه ما يعني فدي واحدة من الحاجات اللي محتاجين نشتغل عليها دلوقتي وهي فكرة احنا هنري ديزاين المستشفى ازاي وده طبعا اللي قدامنا ده ريديزاين للطوارئ لكن نفس الكلام ينطبق على العناية نفس الكلام ينطبق على العمليات نفس الكلام ينطبق على الدخل ما انا لو عندي دخلي كوفيد ودخلي مش كوفيد مين الدخل النهاردة قبل امبارح اسف قبل النهاردة لازم يبقى عارف وانا داخل على السكند ويف هو فين المكان اللي هحجز فيه عيانين الكوفيد لو انا اصلا ده جزء من المستشفى بتاعتي وفين المكان اللي العيانين النون كوفيد هيتحجزوا فيه انهي دور الدور ده تهويته عامله ازاي هل هم في نفس الاير كونديشن نفس التكييف هنا وهنا واحد فانا باخد الهواء اللي في اوض عيانين الكوفيد وخصوصا الاي سي يو واروح ارميه على العيانين العاديين اللي في الاوض العاديه ولا لا ده كله لازم يدرس النهارده آه انا اسف امبارح قبل النهارده وانا داخل على السكند ويف اوف كوفيد ستراكشر بتاعي يسمح بايه ولا يسمح بيه ونيجي بعد كده للنقطه الثانيه وهي الستاف وستراكشر والسيستم ما احنا اتفقنا هم اربع حاجات ستراكشر ستاف ستافنج وسيستم هنا هبدا افكر في الستاف بتاعي عامل ازاي هل محتاج زي ما في ناس كتير عامله بره كوفيد تيم والكوفيد تيم ده مثلا بيشتغل 14 يوم او 15 يوم او بشكل معين ثم يسويتش هل هيبقى عندي ناس شغاله في الكوفيد اريا فور ا سيرتن تايم وبعد كده تقلب نون كوفيد اريا وناس تانية تدخل كوفيد اريا بحيث ما باش كل الناس بتتعامل مع بعضها هل هعملها اثناء اليوم ولا لا انا عايز اقول لحضراتكم مثلا في يو كي الحاجات اللي اتعملت في يو كي لطيفه جدا ان الكوفيد ليه ريسك فاكتورز على ناس معينه فجابوا لستة انتوا عارفين الاستشاريين والناس في يو كي احيانا بتبقى اعمارهم كبيره يعني وواضح جدا ان الكوفيد مع السن الكبير ريسك فاكتور مع الكوموربيديتيز زي دايبيتس وما الى ذلك ليه ريسك فاكتورز فبدا يعمل اناليسز عنده في الستاف ويبدا يشوف مين من الستاف ده من العاملين هينفع يبقى في الكوفيد اريا ومين مش هينفع اصلا مين بحطه في ريسك عالي جدا لما احطه في الكوفيد اريا مين الشباب مين اللي ما عندوش امراض مزمنه مين اللي عنده امراض مزمنه بس هينه مين الموربد اوبيزيتي والحقيقه احنا عندنا دلوقتي حجم من الاستاتستكس يسمح لنا ان احنا نقول ان ان العيان ده وده 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 او اللي عنده كوموربيديتيز في 1 2 3 4 دول اكثر كوموربيديتيز او امراض بتخلي عيان الكوفيد يبقى اسوا احنا دلوقتي عندنا يعني كثير من الدراسات بتتكلم في ده فاحنا عندنا دلوقتي انا اقدر اقول لحضراتكم ان والله عيان دايبيتس مثلا من اعلى العيانين خصوصا ان كنترول السكر من اعلى العيانين اللي عندهم مشكله في كوفيد ده مش رايي ده راي الابحاث العالميه عيان الموربيد اوبيزيتي العيان الضخم او الوزن زياده جدا ده ده لما بيجي له كوفيد يعني بتبقى اموره صعبه جدا لدرجه ان هو يعني الريسك اوف كوفيد كومبليكيشنز عنده حوالي 170% الناس الباقيين فلازم ارجع اراجع الستاف بتاعي في كل حاجه. هعمل له allocation ازاي؟ هتصرف في ده ازاي؟ خطتي للتعامل معاهم ازاي؟ طب لو حد منهم اتصاب هعمل ايه؟ كل ده لازم يتعمل امبارح قبل النهار وهنا هيبقى في شويه حاجات ليها علاقه بالسيستم ايضا احنا اتكلمنا في الستاف واتكلمنا في ستراكشر في السيستم. هل هستخدم نفس تريتمنت بروتوكولز ولا لا؟ يعني انا من حقي النهارده اغير التريتمنت بروتوكولز وانا مش بتكلم هنا على ان انا اروح االف تريتمنت بروتوكولز لا طبعا تريتمنت بروتوكولز واضحه للمرض الفلاني الفلاني لكن في حته مانجيريال ان مثلا عيان اللي شكله كذا ما يقعدش في الطوارئ اكثر من ساعه ويكمل انفستيجيشن فوق لان قعدته في الطوارئ وسط الناس اللي ممكن يبقى فيهم كوفيد من قبل ما يعمل السواب بتاعته هيبقى فيها مشكله فبليز لو هو كده كده his destination is for uh, the مثلا وورد uh, word please send him the to the word early ما تقعدوش في الطوارئ كتير احنا النهارده بنتكلم في كانت في يو كي الويتنج تايم اربع ساعات عشان اللي هو البريتش تايم من ثلاثه لاربع ساعات عشان يبقى العيان عامل مشكله وابدا اقول لا لازم يطلع من الطوارئ حالا ايا كان هيروح على فين النهارده احنا بنتكلم ان احنا بنقلل قعده العيان لساعة وساعتين بالكثير عشان اقول طلع ده دلوقتي ليه لان طول ما هو في الطوارئ هو حتى لو في الكلين اريا لو معرض ان يبقى فيه في اسيمتوماتيك في حواليه او حد جاي بي اتيبكال برزنتيشنز فتعرضه للعيانين اكتر وهو داخل الطوارئ فكل ده ليه علاقه بالسيستم هل هعمل ايرلي ديشارج بروتوكولز ولا لا بمعنى العيانين اللي زمان كنت بحطهم في الرعايه وسط الرعايه بتاعتي لان خل... لازم نحط في دماغنا ان هيبقى في انا ما اعرفش انتم السيستم عندكم ايه ودي جزء من السيستم يعني هل السيستم بيعمل سواب لكل واحد داخل المستشفى ولا لا ولا بيعمل سواب للناس السسبكتد يعني كل ده محتاجين نقعد نعمله امبارح قبل النهارده ونعمله ونشوف يبقى هنلعب في السيستم ازاي عشان يادوبت على الكرايسس اللي موجوده دلوقتي هل هنعمل لكل العينين سواب اللي بيدخلوا المستشفى زي ما بيحصل في بعض الدول ولا لا؟ طيب احنا عندنا دلوقتي مشكله ان السواب ممكن تطلع 30% منها سلبي لعيانين ايجابيين فنبدا نفكر طيب ازاي جوه الداخلي هبقى بتعامل مع العيانين احنا دلوقتي كان في دول عندها وردات بالسبع عيانين مع بعض وبالخمسه احنا دلوقتي معظم دول تتكلم في اثنين ماكسيمم واحد في كل اوضه يعني لازم اشوف السيستم هعمل فيه ايه عشان يستوعب التغير او يستوعب النوع ده من الضغط على الخدمه الصحيه. النهارده الناس بتتكلم في إيه تشارج بروتوكولز ان انا والله عيني الرعايه اللي مش محتاج يقعد في الرعايه او محتاج يقعد في الرعايه اوبزرفيشنال لا نزله في اوضه لوحده احسن ما يبقى حوالين عيانين اكتر فكل ده لعب او شغل على السيستم وازاي هتغير في السيستم وتاني انا يعني حتى كنت بتناقش برضه مع الدكتور حاتم في ده انا ما اقدرش اقول لمستشفى العربي او لمستشفى سين او صاد تعمل ايه؟ لان هنا ما فيش وان سايز فيتس اول ما حاجه هتنفعنا كلنا. ليه؟ لأن الاستراكشر عند حضرتك مختلف، السيستم عند حضرتك مختلف، الستاف عند حضرتك مختلف، الستافنج عند حضرتك مختلف. البنية التحتية مختلفة، السيستم مختلف، الـ الناس اللي شغالة عندك. أنا النهاردة ممكن أقول لك والله شغل الناس 15 وريحهم في البيت 15 زي مستشفيات العزل اللي بتعمل، فأنت تيجي تقول لي لا أنا الستاف عندي مش هينفع. أقول لك طب خلاص ممكن نشغل كل ثمانية مع بعض، فالثمانية دول طول الوقت يبقوا مع بعض، التمانية دول عشان ما تخسرش ويمكن دي حصلت في الكوفيد لو فاكرين حضراتكم في البدايات وحتى لغاية النهاردة الحقيقة، إن كنت بتدخل تعمل سكريننج لأقسام زي قسم طوارئ أو قسم جراحة، تلاقي في ثمانية من اتناشر 12 مع عندهم كوفيد، وتبدأ تقول هو أنا هشتغل هشغل, 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 هشغل هعمل إيه دلوقتي؟ يعني في أقسام طلعت 60% من قوتها و وفي اقسام طلعت 90% من قوتها اوت اوف سيرفيس في بدايه الكوفيد ف... فده من الحاجات الرئيسيه اللي انا لازم أخد بالي منها هو انا ه... هتصرف في الستاف ازاي؟ وعشان كده مفيش وانس فيس اول انت الستاف بتاعك انت عارفه اكتر انت عارف ظروفهم وعارف ازاي تتعامل معاهم في هذا الموضوع السيستم اللي عندك انت ادرى بيه ازاي هل ميك سنس ان انت تطلع العيانين بدري من العنايه او تطلعهم بدري للعنايه لو هم فور ICU admission regardless التوجه العام ان بليز قلل قاعده العيان في الطوارئ او في الاحتكاك ببقيه العيانين على قد ما تقدر keep him in private rooms لو تقدر تعمل كده الممرضه العدد التمريض على العيانين هل نفس التمريض بيدخل على نفس العيانين ولا لا؟ يعني احنا ممكن نيجي الصبح ودي روت التمريض بتحصل اللي هو انت يمسكي واحد واثنين وثلاثه واربعه. ففي توجه عالمي او يعني مور وده عشان كده كنا بنقول ندرس البيشنت فلو اللي هو حركه العيانين وحركه الطقم بتاع العيانين. فدلوقتي في معظم الاماكن بيقولوا ان فلانه وفلان هم اللي بيمسكوا اوضه واحد وتلاتة وأربعة مش كل يوم الصبح بنقسم الأوض أنا بجيلك لك سبت وباجي لك اتنين وبجيلك لك أربع عشان لقدر لا قدر الله لو أنا عندي حاجة يبقى اللي في واحد وفي تلاتة وفي سبعة هم اللي معرضين وأبدأ انفستيجيت عليهم أو أدور عليهم لكن أنا ما ما قابلتش وما شفتش أصلا اتنين وخمسة وتسعة فده فيما يتعلق بالريسبشن فيز وازاي افكار دي مجرد يعني افكار مقترحات حضراتكم تشتغلوا عليها عشان تطلع ده لان مفيش زي ما اتفقنا وانس فيتس اول محتاج تراجع الاربعه بارامترز الكبار اللي هم ستراكشر وستافنج وستافز وستافنج والمبدا الرابع او يعني العمود الرابع هو الادوات توزيع الادوات ده شديد الاهميه هنوزع الادوات فين؟ سواء البي بي ايز اللي هي الفنتليترز الستريتشرز uh, ادوات النقل كل ده هيتوزع ازاي وهيتوزع فين ومين هيبقى مسؤول عنه ومين هل هو كافي ولا لا وطريقه استخدامه جيده ولا لا كل ده محتاج يتنظم في ريسبشن uh, uh, ده اللي احنا قلناه الانتنسيفست ما ننساش هنا رجاءً وده مهمة قوي 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 ان احنا زي ما بنبص على الخدمات الطبيه داخل المنظومه الصحيه في خدمات داعمه للخدمات الطبيه اللي هي بنغفل عنها احيانا زي المغسله هنعمل فيها ايه المطعم هنعمل فيه ايه الزياره الزيارات ازاي الناس بتاعت الزياره لو جاي زياره هننظم الزياره ازاي الخدمات المسنده الاكس راي الصيدليه كل الخدمات دي ازاي هتفاعل معاها وهتعامل معاها عشان العب برضه في الاربعه بارامترز اللي هم الاستراكشر والستافنج والستافس والسيستم بحيث تقدر تساعد وتخدم على التغيير اللي حاصل داخل الاربعه دول اللي هم الاستراكشر والستاف والستافنج في الخدمه الصح التنسيق مهم جدا 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 والديليفريز وهنا احنا بنتكلم في ديليفريز لازم يبقى عندني في التغييره دي في اللفه دي كي بي ايز جديده او كي بي ايز داخل اللفه دي عشان تقول لي انا أه بعمل ايه يعني أه هل انا ماشي في الطريق الصح ولا لا فلازم يبقى عندي كي بي اي واضحه للتغييرات دي لان احيانا احنا بنعمل تغييرات دي بس ما بنروحش نحط لها كي بي ايز واضحه فببقى موزع ادوات كتيرة جدا لكن ما عنديش مراقبه لاستهلاك هذه الادوات وهل استهلاكها كان بالشكل المناسب ولا لا عندي توزيع لاماكن حاجات او الاستراكشرز الاماكن لكن في نفس الوقت الناس لسه بتروح تاخد المين الدولاب اللي موجود في الطوارئ القديمه فهو رايح كده رايح جايب الكوفيد معاه وراجع آآ آآ سايبها هنا يعني بيوزع كوفيد في المكان بسبب ان في جزء من المتابعه ما تعملش لان مهما عملنا وعملنا خطه وحتى جربناها وعملنا تيست عليها ودريل وما الى ذلك يبقى اثناء الاداء العملي وده جزء كبير على مديرين ديبارتمنتس وانا هنا بتكلم في الديبارتمنت او في الاقسام الطبيه والاقسام المساندة اقسام المسانده عمال و مغسله وتعقيم وكل ده محتاجين نقعد مع بعض ونحط كي بي ايز لكل الاداء اللي احنا ناويين نعمله والتغييرات اللي ناويين نعملها ونيجي بقى لي ده اللي اسمها الدليفريز ان انا ابقى عندي مراقبه للدليفريز اللي بتحصل دكتور محمد كواردينيشنز مهم جدا يبقى في تواصل بيننا ويبقى زي ما بقوله كده المتابعه والاداء ليهم صاحب والكارثه ليها صاحب يعني نيجي بقى للنقطه اللي محمد عامله مشاكل كتير دكتور محمد اتفضل معلش بس عشان احنا نحافظ على نجيب بتاعنا فاحنا قدامنا 10 دقايق تمام آه حاضر عشان التايم بس في المستشفى شكرا بزيط. انا 10 دقايق واخد اسئله ولا 10 دقايق بالاسئله لا وبعدين تاخد اسئله يديك 10 دقائق براحتك ماشي 10 دقائق ممكن اخد بعديها اسئله <مش> طيب يا طيب جماعه بسيطه ان شاء الله طيب حاضر يعني كلها نص ساعه 10 ونخل... آه، دقائق ان شاء الله <مش> انا عندي بس 132 سلايد بص... سريعين كده هنعرضهم ونمشي شاء الله لا لا ما تقلقوش هم 10 دقائق ان شاء الله <مش> طيب Uh, نتكلم في ترياج و... وترياج ده uh, جزء كورنر uh, stone uh, if you don't uh, do it uh, a lot of things gonna be missed uh, لو ما عندناش ترياج حقيقي uh, هيبقى عندنا مشكله كبيره لان هو ترياج هو مفتاح المستشفى والحقيقه uh, احنا عندنا اكتر من نوع ترياج في العالم اكتر من ستايل uh, يعني وإحنا في مصر بنعتمد على السيف والسورت بس الحقيقة السيف والسورت دي أنواع من ترياج أو أنواع من الفرز متعلقة أكتر بالحوادث ومتعلقة أكتر بالإصابات فلذلك الحقيقة يعني خليني أدعي أن إحنا اشتغلنا مع مجموعة من الزملاء على ترياج وهو إن شاء الله دلوقتي بيتحد بيتم تحديثه مجموعة من الزملاء استشاريين كوارث واستشاريين طوارئ عشان نعمل آه نظام ترياج آه للمستشفيات وده النظام اللي احنا طلعنا بيه طبعا ده كان في مارش 2020 واحنا ان شاء الله شغالين على آه واحد جديد دلوقتي وترياج ده بيعتمد بشكل رئيسي ان انا اقدر اصنف العيان من اول ما يدخل اذا كان هو في اتجاه الكوفيد ولا مش اتجاه الكوفيد وفي uh, ففي الاول بيحصل حاجه اسمها فيجوال ترياج ويحصل له uh, تقسيمه اذا كان عنده ريسبيراتوري سيمتومز ولا نون ريسبيراتوري سيمتومز واحنا بنتكلم في ريسبيراتوري سيمتومز هنا على سكور uh, uh, هوريه لحضراتكم تحت واول ما يدخل ريسبيراتوري سيمتومز بنبدا نشوف هو انهي نوع من العيانين هل النوع اللي محتاج هوم ايزوليشن هل من النوع اللي محتاج uh, يتعمل له مسحه طبعا ده حسب تعريف وبروتوكول وزاره الصحه السابق احنا شغالين على ان شاء الله البروتوكول اللي لسه نازل من اسبوع وهنطلع له برضو شويه تعديلات في ده مش هتبقى بعيده يعني وهنا لو دخل الريسبيراتوري باي بيتم تصنيفه تاني اذا كان جرين ولا ريد ولا يلو حسب التصنيفه اللي فوق دي وعلى اساسها طبعا التصنيفه دي متعلقه بالريسك فاكتور وحاله العيان والكونشس ليفل والفيتال ساينز بتاعته وعلى هذا الاساس بيتم الدكتور اللي معاه او المقدمين الخدمه الصحيه اللي معاه بيبداوا يلبسوا زي ما حضراتكم شايفين البي بي اي ليفل واحنا حاطين برضو البي بي اي ليفلز تحت وبيبدا يعمل له هذه الانفستيجيشن ويبدا حسب الريزلتس يبدا يتواصل مع 105 ولا ده الحقيقه هو كومباينيشن بين حاجتين بين نظام الترياج اللي موجود في انجلترا ونزلنا عليه تعريف وزاره الصحه للحالات الاشتباه. فنزلنا عليه تعريف السابق واحنا ان شاء الله بننزل عليه التعريف الحالي لوزاره الصحه فهو موافق تماما ل اللي بتقوله وزاره الصحه يعني فاحنا حتى لو عندنا اعتراضات على تعريفات وزاره الصحه او ما الى ذلك فاحنا الحقيقه مش عاملين كده هنا احنا مستخدمين ترياج سيستم اللي عاملاه او مش عاملاه يعني مستخدمين تعريفات وزاره الصحه وتعليمات وزاره الصحه لانشاء سيستم للترياج ده الانستراكشن ده جرين تلبس فيه ايه اليالو تلبس فيه ايه الريد تلبس فيه ايه ودي كريتيريا بتاعت اللابس وبتاعت الاكس راي عشان اقول اذا كان ده العيان ده كوفيد ولا لا فهو نظام ترياج انا ادعي يعني بس طبعا ده من يشهد للعروسه نظام ترياج سهل عشان نقدر نعرف بيه مين كوفيد ومين مش كوفيد والكوفيد هنعمل فيه طبعا هيتم التطوير ان شاء الله قريبا جدا النسخة النهائية اللي متعلقة بآخر تحديثات وزارة الصحة إن شاء الله خلال الأسبوع الجاي يبقى موجود مش عايز أطول عليكم أكتر من كده وأحب أسمع تساؤلات حضراتكم وبشكركم شكرا جزيلا في البداية شكرا دكتور محمد على وجودك معنا خلال الساعة وربع كده أو ونص معلومات قيمة أحمد الله إن أنا كنت أحد اللي كنت موجود معاك في موضوع الديزاستر واعتقد الناس هتلاحظ ان خطتنا في المستشفى شبيهه جدا باللي الدكتور محمد لان انا قعدت السنه كامله مع الدكتور محمد في الدبلومه بندرس الديزاستر وي والخطه اللي نبعت كان مجهودهم في الزياره اللي تمت هنا ونشارك الخطه معانا من المستشفى. في حد ليه اي اسئله للدكتور محمد اي ملاحظات؟ احمد عبد احمد عبد اه طب اتفضل يا احمد الاول ازيك يا دكتور محمد ازيك يا دكتور حاتم ازيك يا دكتور محمد عاملين ايه؟ اه اهلا وسهلا دكتور احمد الحمد لله آه هي بس البريبيرتنس بتاع المكان هي الاستافنج لو احنا عندنا شورتج في الاستافنج في الوقت ده زي ما حصل في الكوفيد الأوفر آه الاوفرلود والحاجات الفلور الاوفرلود في الفلوريت بتاع العيانين ممكن نشغله ازاي او احنا اللي احنا عملناه مثلا هتكلم على ارض الواقع اللي احنا عملناه في وقت الكوفيد ان احنا مثلا الريشيو مثلا بتاع الدكاتره والتمريض زاد ان هو سي مثلا دكتور احنا عملنا الاول كلاسيفيكيشن الدكاتره ده اللي هيعمل ترياج ده هيبقى قصدي مش عارف ايه بحيث ان احنا ننظم الدنيا هل في طريقه ثانيه؟ يعني هل في طريقه ثانيه تبقى افكتيف؟ طيب خلينا اقول لحضرتك هنا هنا طبعا زي ما قلت مفيش وانس فيتس اول لكن لو بنتكلم في الستاف او في العاملين في حاجتين مهمين واحد لازم تحافظ على العاملين اللي عندك عشان ما تخسرش منهم كتير وهنا يجي كل الخطه على بعضها بكل الابروتش بكل اللي احنا قلناه ده عشان تحافظ على العاملين يعني ازاي تحافظ على العاملين كل حاجه من اللي احنا عملناها دي لو اتعملت بشكل مظبوط هتحافظ لك على العاملين بشكل اكبر. يعني لو انت خليت مجموعه معينه هي اللي بتنزل الشغل مع بعضها فلما تيجي جزء من العاملين بتاعوتك يحصل فيه مشكله هتلاقي ان هم 10% 5% من اللي عندك هم اللي عندهم مشكله او عندهم اعراض. ودي الحقيقه مشكله واجهت جامعه المستشفيات ان ايه يعني الناس بتتفاعل مع بعضها قوي وده بينزل في ايام ده وده بينزل في ايام ده فانا اعرف مستشفيات لما بسحت اقسام بعينها لقيت 70% ل 90% من الناس عندهم كوفيد فانت كده زي ما كنت بقول يعني بتخسر جيشك قبل ما تبدا المعركه اصلا فدي من الحاجات المهمه جدا النقطه الاولانيه ازاي تحافظ على العاملين عندك وجزء من الحفاظ على العاملين ان انت تغير السيستم تغير الاستراكشر بحيث ما يبقاش هم يتفاعلوا مع اسطح واماكن فيها مشكله الا الناس اللي واخده احتياطاتها بليفل معين يبقى عندك شخص مسؤول او حد مسؤول كل يوم وده اللي بيحصل في انجلترا عشان يبقى مسؤول عن الانفكشن كنترول ويؤكد ويؤكد ان الناس بتستخدم البي بي اي بشكل مظبوط ومش بتندفع لان الاندفاع ده موجود فينا كلنا كقطاع طبي احنا في الاخر شغالين الشغلانه دي عشان نساعد الناس فده رقم واحد رقم اثنين ترياج انت لو عندك ترياج كويس وعندك تصنيف كويس هتقلل الضغط هو الترياج معمول عشان كده يعني خليني واقول بمنتهى الصراحه احنا المستشفيات الحقيقه والحمد لله لسه في دراسه منشوره من اسبوع واحد في الموضوع ده عندها انا بتكلم عن المستشفيات المفتوحه الحقيقه وانا ادعي متهيألي العربي ما عندهاش ده لكن الكثير من المستشفيات عندها كونسبت ان العيان يدخل من الباب يتعالج الحقيقه مش موجود في اي حته في الدنيا فكره ان العيان يدخل في الباب فيلاقي دكتور يعالجه احنا وي ار نوت هايبر ماركتس حتى في الهايبر ماركتس آه. فكره <applause> هو اللي بتقول لي ان العيان ده ممكن يستنى ثلاث ساعات، العيان ده ممكن يستنى اربع ساعات قبل ما يخش الاي ار ER اصلا. يعني في انجلترا الويتنج تايم ممكن يبقى لغايه 12 ساعه. بالمناسبه كثير من المستشفيات بتقلق من الويتنج تايم عشان البيشنت Satisfaction ويمكن انا ان شاء الله هبعت الدراسه دي للدكتور حاتم ويديها لحضراتكم في دراسه لسه منشوره الاسبوع اللي فات او من اسبوعين كده بتتكلم في ده. هل الويتنج تايم بياثر على البيشنت Satisfaction ولا لا؟ والحقيقه ان الدراسه بتقول او يعني والدراسه دي اتعملت في اماكن كتير مالتي سنتر وقويه جدا ان الاجابه لا العيان لو استنى عشان حالته مش حرجه او حالته ما تستحقش تدخل دلوقتي والقطاع الطبي دلوقتي مشغول مع اكثر احتياجا ما بيبقاش عنده مشكله انه يستنى وان البيشنت ساتيسفاكشن لا يتاثر تماما بالويتنج تايم لكنه يتاثر بالكوميونيكيشن معاه اثناء الويتنج تايم يعني لو انت سايب العيان بره عقبال ما توفر له مكان لان في واحد تاني الدكتور بيبص عليه ولسه ما لبسش البي بي اي بتاعه او ولسه ما خلعش البي بي اي لسه ما تعامش بشكل مناسب او التمريض ما تعامش بشكل مناسب او ضغط الشغل كبير فانت مش عايز تدخله دلوقتي لو حالته على مستوى الترياش تسمح انه ينتظر ما بيبقاش عنده مشكله انه ينتظر لو حد بيكلمه بيفهمه هو بينتظر ليه. والدراسه دي هي هي تمام الدراسه تمام ممكن تكون كويسه على حكايه البيشن ساتسفاكشن الجزء الثاني بس عشان كنت عايز اسال عليه احنا زي ما احنا شفنا برضو في فتره الكوبيد كانت معظم المستشفيات الكاباسيتي بتاعتها خلاص هم اتملوا فما بقاش في مكان ان هم ترانسفيرنج في مستشفيات هي مش كوفيد وبقى يدخل فيها حالات كوفيد فاضطروا ان هم يقلبوا كوفيد والكلام ده فانا شايف ان ده ديفكت لسه مازال موجود هل بقى الديزاستر فيها جزء يحل المشكله دي؟ ما ده يا فندم اللي احنا بنتكلم فيه بالظبط ما هو ده حل المشكله دي ان انت النهارده تقعد تخطط وتقول انا الحته دي هقلبها كوفيد الحته دي هقلبها وورد كوفيد الحته دي هقلبها اي سي يو كوفيد انا هجيب ناس تشتغل في الحته بتاعه الاي سي يو كوفيد دي من الحته الفلانيه انا هجيب ناس تشتغل في الحته الورد كوفيد دي من الحته الفلانيه هو 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 ده اللي احنا بنتكلم فيه يعني طبيعي ان المستشفيات تبقى اوفر لودد. لما تشتغل على السيرج كاباسيتي تعلي قدراتك انت النهارده بتقدر تستقبل 10 عيانين ممكن لو لقيت منطقه ما وده اللي انا كنت بقوله انت مثلا في اماكن كتير أو يعني في أماكن كانت مستغلة حتت زي ريسس الطوارئ إن هي تحولها لكوفيد اي سي يو لأن هم مش لاقيين الترانسفير بتاع العيانين الكوفيد الكريتيكال. أنا لو عندي عيان كوفيد كريتيكال هعمل فيه إيه؟ فقلبته ليه ريسس طوارئ قلبت ريسس الطوارئ لو هي ريسس الطوارئ عندها بيساع يعني قلبته ليه اي سي كوفيد طب لما اقلب القلبة دي ما أنا خدت من <applause> عيانين الريسس اللي هم العاديين اللي جاي في حادثه واللي جاي في ام اي فبدات تاخد اماكن تانية تعملها ريسس طوارئ يعني انا اقول لك المستشفى اللي انا شغال فيها يعني عملنا ايه؟ جبنا الاماكن اللي كان فيها مكاتب الموظفين لان احنا في الكوفيد بقينا يعني ننزل الموظفين اقل واحنا خلينا نتفق ان احنا بشكل او لاخر احنا نقدر نعمل ده. ف المكاتب للموظفين ومكان الموظفين دي بقينا بنعالج فيها الناس الجرين او الناس اللي حالتهم مش خطر اللي في الطوارئ يعني واحد رجليه مكسوره مثلا، واحد عنده حاجه ديرماتولوجي ارتيكاريا واتس يعني حاجات من اللي احنا بنقول عليها في الطوارئ الفاست تراكس. فجبنا مكاتب الموظفين وما حطيناش فيها لان الابحاث بتقول العيان اللي بيركب سرير ما بينزلش عليه ده مش مصري ده مصري وغير فبقى الفاست تراك اللي هو تونسلايتس فارنجايتس سوري اي ان تي جاي الطوارئ اللي عنده انكل سبرين اللي عنده حتى فراكتشرز بس حاجه بسيطه كل دول بيدخلوا على الفاست تراك ما بيقعدوش على ستريتشرز بيقعدوا على كراسي عاديه ويتكشف عليهم على الكرسي لانه العيان اللي بيقعد على السرير ما من عليه ويتكشف عليهم على الفاست تراك وياخدوا علاجهم ويطلعوا منين من الحته اللي كانت اصلا مكاتب ف... فده اللي احنا بنتكلم فيه كله يعني طبعاً. لما تشتغل على الاربع حاجات دول اللي هم ستراكشر وستافينج وستاف وسيستم تقدر تعلي الكاباسيتي بتاعتك بتمنى اكون جاوبت على السؤال تمام شكرا, تمام شكرا شكرا احمد شكرا دكتور محمد شكرا جدا محمد طبعا احمد سجل الاسئله بتاعت الناس كلها يعني عشان التايمنج فشكرا احمد شكرا دكتور محمد على وجودك معانا النهارده شكرا للناس اللي حضروا باذن الله هنكمل ان ده مجرد كل التيم اللي حضر اذا كان سيفتي اذا كان امن اذا كان كواليتي انفشن كنترول ايفن السلسله التمريض والاطباء احنا هنقعد اجتماعات ال 10 ايام نراجع الخطه خطوه خطوه أنا بدعو الدكتور محمد وانا عارف إن انه مش دعواتي أنه ان شاء الله هيكون معانا في الدليل ده في المستشفى آه وهيشرف عليه وممكن يقول شويه توصياته في في, الدليل اللي احنا ممكن نعدي تمام يا دكتور محمد قابل الدعوه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله شكرا جزيلا دكتور محمد. من عناية يا دكتور حاتم يعني. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. لحضرك. شكرا لحضرك. <تصفيق> <سلام>. <تصفيق>